بشكل عام لاعب المنتخب يرى بنفسه انه لازم يلعب اساسي، شلون نعالج هذه النقطة؟ هي شوف انا اعتبرها ثقافة، ورسالتي لللاعبين كلهم حتى لاعبي المنتخب. اللاعب يصنع بالنادي ويطور بالنادي، عقده بالنادي، راتبه بالنادي، كل تفاصيله مع النادي فعليه ان يركز بالنادي. اما المنتخب فهو تكليف، كل احنا في خدمة المنتخب الوطني، فعليه انه يحاول قدر الامكان ان يعمل كموظف بالنادي. احنا المشكله فرق جماهيري، يعني الزوراء، يعني انا من العب الزوراء وادرب الزوراء انظر لهذا القاعده العريضه من الجماهير وهذا التاريخ الكبير، انا ما العب الفريق عادي، فعليه انه يخلي في نظر الاعتبار انه يقعد ما يقعد، حاله جدا طبيعيه. انا اعتقد انه اللاعب اذا فكر بهذا التفكير، انا قلت لهم الولد، قلت لهم ليش لاعب العراقي من يطلع خارج العراق، حتى الانسان العراقي يعني يمشي على الجاده ويطبق القوانين بالأنظمة، عندما يأتي العراق يصير فوضوي، لماذا؟ وأنا اللي المتكلم هم ليش؟ يعني بالعكس المفروض يكون إحنا أكثر التزام في بلدنا. فالمهم أنا أقول هي قلة ثقافة، يجوز هو غير مقصودة، بس على اللاعبين يخلون في نظر الاعتبار أنه يلعبون في أندية وكل لاعبين ينافسوهم، ولولا هنالك المنافسة لا يمكن أن يتطور اللاعب، حتى لاعب المنتخب لا يمكن أن يتطور. إذا يبقى هذا اللاعب هو سيء جيد غير طبيعي، وهو يعني ما معقول يبقى يستمر يلعب، فإذا ما راح يتطور مستواه. زين، اللاعب اللي يفكر يلعب 90 دقيقة وما يقبل بالجلوس، إذا تحدثنا مثال اللي ذكرناه حسين علي، حسين علي جرب الاحتراف في قطر القطري، صحيح كابتن؟ وأنت أيضا لعبت في قطر. ليش بالاحتراف ما يصير هذا السلوك؟ أولا، اثنين، من يرجع اللاعب من الاحتراف مو المفروض يتعلم أسس الاحتراف ويطبقها بدورينا؟ أنا أعتقد هي ثقافة مسبقة، وليس انه انا رحت قطر، دخلنا انا والمرحوم احمد راضي والليث وسعد قيس وحبيب، مجموعه يعني اعتبرها قيمه فنيه كانت، ورفعوا 18 لاعب وصلنا ثق، احنا رحنا ضفنا للدوري القطري يعني حتى بتصرفاتنا. انا اعتقد ثقافه الاحتراف في يعني خلينا نقول نسبه كبيره من اللاعبين اللي موجودين ما موجوده عندنا.